على استاد جابر الدولي انطلقت مباراة الجهرة والصليبيخات في مواجهة يسعى من خلالها الفريقين لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب. حسين الحربي اهدر هدف محقق بعد ان سدد فوق مرمى داود الخالدي. داود الخالدي ينقذ مرمى ببراعة بعد رأسية من عبيد رافع ليطلق الحكم يوسف نصار صافرته معلنا انتهاء الشوط الاول. الشوط الثاني مدرب الصليبيخات يقوم بثلاثة تغييرات دفعة واحدة رغبة منه في اقتناص هدف للصليبيخات. البديل بدر المطيري حاول التسجيل لكن فواز الدوسري كان له بالمرصاد. حربي الجهرة يشن هجوما على مرمى الصليبيخات أضاعت طريق المرمى بغرابة. داود يواصل التألق بتصدي رائع لإنفراد مايكل أنبا. مرة أخرى خالدي الصليبيخات يذود عن مرماه ويحافظ على شباكه نظيفة لأول مرة هذا الموسم رغم الضغط الجهراوي المستمر حتى الثواني الأخيرة من المباراة. لتنتهي المباراة بتعادل سلبي لا يخدم مصلحة الفريقين في الصراع على الصعود إلى دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم. كل شيء صعب، هي من أول جولة لآخر جولة ما في شيء مستحيل، كل شيء بيدنا. شد حيلنا بالتمرين وطبق هذا المدرب راح تشوفه بالملعب، كل ما تهاونا بالتمرين راح تشوفه هم بالملعب. انا اوجه رساله لربعي، اذا كل ما اهتمينا بالتمرين والله ربك راح يوفقك وان شاء الله نكون من العشر الاوائل ان شاء الله. اليوم اول مباراه لك في دوري اس تي سي التصنيف بشكل اساسي. شيء بسم الله، انا كنت اكون جاهز باي وقت. المدرب كان ثابت على خطه مباراه لطافه وكانوا الشباب ماشيين، فانا اكون متى ما يبيني المدرب اكون جاهز باخدم الفريق ان شاء الله. انا اليوم اشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموه اليوم. كان طموحنا ثلاث نقاط بس ما انت شايف الجهرة فريق محترم، لعب مباراة كبيرة، احنا ما قصرنا للأمانة، سكرنا المناطق، هجمنا هجمات كثيرة، كان ممكن ان ننهي المباراة بس الحمد لله على كل حال تو الناس ما انتهت، باقي كم مباراة ان شاء الله ربي يوفقنا ونصعد ان شاء الله يا رب. حسابيا نادي الصليبيخات اذا لم ينتصر المباراة القادمة هبوط رسمي. والله مباراة حاسمة الجاية، نتمنى والله ناخذ ثلاث نقاط خصوصا ضد خيطان، نتمنى والله. انا اشوف ان الجهرة زعلانين ان احنا مسكرين، هذا امر طبيعي، احنا عندنا غيابات وحاولنا نستغل المرتدات نستغل الفرص، لكن الحمد لله على كل حال شيء احسن من لا شيء. الصليبيخات اذا لم ينتصر المباراه القادمه هبوط سيهبط بشكل رسمي، شو تعليقك؟ والله احنا نشتغل انزين، نفكر للمباراه الجايه ونشوف ربك يسهل شنو كاتب لنا عن المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ناخذ ثلاث نقاط وان شاء الله ننافس على الصداره ان شاء الله وما نهبط، لان هذه صراحه انا صار لي موسمين او ثلاث مواسم انا امنيتي اني انا ما اهبط. تعادل سلبي يضيع على الفريقين فرصه التقدم في سلم ترتيب دوري اس تي سي التصنيف. في الجوله العاشره من دوري اس تي سي التصنيف انتهت مباراه الجهره والصليبيخات بالتعادل السلبي. يوسف هندي لبرنامج الديربي.